مرحبا العشية والفريق نتاع اهلا وسهلا بك سي تونيزي. مرحبا بك سي هبه وبيك. خيلوجي اللي عملناها اون فيت واليوك اليوم توت سويت نبدا على اكسبريس اف ام. سلت حكمه المعلومات. ايش الشركات اليوم في بيئه زاد فيها سطح الهجومات الالكترونيه بشكل خارق للعاده، وذلك بسبب رقمنه الانشطه والتنوع المتزايد للاجهزه المتصله والتكنولوجيات مثلا في الاونه الاخيره، حيث بلغت خسائر العالم من القرصنه خلال سنه 2020 نحو 6 تريليون دولار حسب منظمة التعاون الاقتصادي وغرفة التجارة الأمريكية. كل هذه العوامل ساهمت في تطوير منظور عصري لسلامة المنظمات، أطلق عليها اسم مركز عملية أمن تكنولوجيا المعلومات، واللي تتمثل أهم وظائفه في دمج وظائف الاستشراف على كل من تكنولوجيا المعلومات، الأمن الصناعي والأمن المالي، جرائم الاحتيال وسوء استخدام أنظمة المعلومات، كذلك التحقيق في الأحداث الأمنية وتسريع معالجة الحوادث. وظائف ومسؤوليات جديدة تجعل من مركز أمن عملية تكنولوجيا المعلومات يتربع على هرم التنظيمات العصرية الجديدة، نواة في تصميم أنظمة المؤسسات وفاعل رئيسي في التطوير والنجاح. كانت هذه اي تي ليجندز بالنسبة اليوم. استثمار مساهمين التونسيين المقيمين بالخارج يلعبوا دور كبير في اقتصاد بلادنا، والمنظمة الدولية للهجرة تعطيهم الفرصة باش يطوروا مساهماتهم، وتنظم من 18 ل 26 مارس في ولاية مدنين ملتقى المبادرة والاستثمار للجالية التونسية. تابعونا في تغطية خاصة نهار الجمعة 26 مارس 2021 من ماضي 3 لل 5 متاع العشية مع وليد برحومة على إكسبريس أف أم برعاية ولاية مدنين، المنظمة الدولية للهجرة OIM تونيزي. DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale. نحكيو سيبر سيكوريتي في DigiLab في الحلقة الثالثة المخصصة للسيبر سيكوريتي. اليوم بالتحديد نحكيو سيكوريتي اوبيراسيونيل والاس او سي، دونك اليوم باش نتعمقوا اكثر في لا سيبر سيكوريتي. على فكرة كل الوعي اللي عندنا بأهمية لا سيبر سيكوريتي، لكن كل يوم في العالم الحديث قاعدين نزيدوا نتوعى ونزيدوا نتأكدوا من أهمية لا سيكوريتي، خاصة قداش معناها لا سيرفي نتاع المؤسسة اليوم مربوطة بلا سيبر سيكوريتي نتاعها. باش نرجع معك سي بولبابة الأبيض، سيرفيس أوبيريشنز مانجر في نيكست ستيب، على اللي صار في الجمعة اللي فاتت. دونك حريق كان في داتا سنتر نتاع أو في اتش في فرنسا، يظهر لي في ستراسبورغ. في ستراسبورغ الحريق هذايا عمل بليزيور ديغا، اولا في الداتا سنتر بيدو، لكن زاد مس الشركات اللي دوني نتاعها موجودين في الداتا سنتر هذا. لو كان نفسروا شنو اللي صار بالضبط سي بولبيب. واضح باه يعطيك الصحه. اللي صار بالضبط شنو دونك سويت لي زانفورماسيون اللي خرجوا الى كوميونيكاسيون معناها بوبليي بار ليكيب او في اتش، يقولوا فما ديغا صار على ان اندولور سويت ا سا صارت لانسوندي هذيك الكل. دونك لانسوندي خلات اون باراليزي توتال في الداتا سنتر اللي هو فيه كات جروند سال معناها ايكيبي، فما زوز حسب ما يقولوا معناها ليكيب او في اتش يسون معناها باراليزي توتال، معناها ما عادش فيهم حتى ريكوبيراسيون، اي دو زوتر سال بلوز او موان نون با ايتي معناها انفكتي ولا توتوشي بالانسوندي هذا. الاشكال شنو هو؟ سيكو صار المشكل انه ينجم اي داتا سنتر يصير فيه الاشكال هذايا، ولا حتى اون بتيت سال انفورماتيك معناها موش المشكل في لي زانسيدون، المشكل كومون تريت لي زانسيدون وشنو نعملوا او ديبار بور بريفونير لي زانسيدون هذوما، ولا اذا كان يصير ان انسيدون شنو هو لو بلان داكسيون pour récupérer et avoir ce qu'on appelle un disaster recovery site. Ben, ahna fi next step j'ai une barcha معناها clients beaucoup des entreprises qui sont déjà hébergées et qui ont été touchées par l'incident. D'accord. L'échelle c'est que has mani qad ntaba ma'hom ana avec l'équipe de next step, la majorité des entreprises ils ont reçu des emails. Et les emails me disent qu'il y a une très forte chance d'une perte totale de l'information. Je veux dire perte totale, je veux dire qu'elle a une plateforme web, ou elle a un site e-commerce, ou elle a un CRM hébergé
شي او في هاش في الداتا سنتر تاع ستراسبورغ. لحد الان فما امكانيه كبيره برشا انه ما تنجمش تسترجع الريبرودكسيون تاعها وما تنجمش ميم تسترجع لي دوني كي سون ديجا ايبرجي. دونك هذا معناها فما اشكال كبير على الاخر. الاشكال علاش صار هذا؟ على خاطر يمكن معناها ينجم يكون انه لونتربريز والا لو كليون او في هاش الى مال شوازي l'offre qui doit être hébergée par rapport à la criticité de l'application. Ça d'une part. Il n'a pas eu un conseil, voilà, suffisamment de conseils d'accompagnement pour bien sélectionner l'offre. On a un portefeuille d'offres le plus complet, d'accord. Sauf que, les circonstances immojoudines sur le marché, voilà, vu la concurrence et tout, généralement, la majorité des clients choisissent toujours l'offre la moins disante. L'offre la moins disante, manière pour héberger un CRM ou voilà, un site de production manière d'une entreprise, même les faire à HMNS, c'est pas la peine de choisir un VPS qui coûte 100 dinars ou voilà, 80 dinars avec le minimum de fonctionnalités. Peut-être avec le temps, ça revient beaucoup moins cher, mais le jour J, l'incident, il y a incapable de reprendre ses activités. D'accord. Donc le client اختار كونه ياخذ لا سوليوشن الارخص والا يكون خاطر ينجم يلقى لو بيزوين اللي يساعد ولا لو بيزوين كي ريبون معناها لو بلو نقولوا احنا لو موان شير سي لوفر مثال لوفر دون في ام معناها كلاسيك نقولوا احنا كي يبرجي دون ان داتا سنتر داكور فيها لي زوبسيون الكل ما فيهاش بيتيتر بلوس دو فليكسيبيليتي لو جور جي وقت يصير ان انسيدون دون سو سونس mais il y a un mode de production. Donc, on a une offre comme VPS avec 80 dinars ou 100 dinars, c'est logique que les données sont informées, hébergées ou stockées de backup, stockées dans le même data center ou peut-être même dans le même serveur. D'accord? Donc, c'est ce qui est. Par contre, il y a d'autres clients qui ont des offres qui sont hébergées au data center au village Strasbourg, il y a un disaster recovery site, d'accord, ils ont repris leur activité au TAD. تقديرك وبناء زاد على اللي قاعد يهبط في لا بريس حتى انترناسيونال كيسكي ريكوبيرابل كيسكي لي با اليوم الناس اللي الشركات اللي مازال ما عندهاش اكسي لي دوني نتاعها فقدت هاللي دوني هذيا نهائيا؟ فما امكانيه كبيره انها تكون فقدت معناها لي دوني. انا قاعد نتبع مع بعض الخيان اللي جاونا في نيكست ستيب يشيرش دي بيرجي معناها دو ريبروندغ افيك نيكست ستيب. فما امكانيه كبيره برشا باش يكون فقدوا معناها فقدوا لي دوني نتاعهم. فما امكانيه كبيره برشا باش يكون فقدوا خاطر اذا كان لي دوني سون ايبرجي ايور نتصور الانسيدون صار لو 10 لو 11 مارس نو اليوم احنا 15 مارس اربع ايام c'est largement suffisant pour reprendre des données quelque part hébergées, d'accord, malgré la capacité qui est à les données, mais notre savoir nous fait une espèce qui est à bord, c'est les données que nous mangeons aujourd'hui, mais ça fait mal au cœur pour des entreprises tunisiennes, sincèrement, on a beaucoup qui cherchent d'être hébergées ailleurs. Marie, je vais vous dire que nous la protection des données, on va la voir au fur et à mesure de la séance. Mais nous sommes équipés, nous des data centers qui sont certifiés, des infrastructures qui sont mortes et même qui touchent la norme dernièrement tier 4, les tier 3 qui sont hébergés, des hébergeurs. Femme des cloud service provider, le cas de Nextstep, qu'on est capable de fournir le même service demandé par ses clients manière sans aller ailleurs manière et avec tout le problème de support les mots jour un incident, une gestion de crise donc pareil manière les clients malcauche le support en terre malcauche qu'on y a qui m'a malcauche machine et toi le béchard ils sont en train de recevoir des emails pour dire voilà l'état a aussi nous a dit non nous sommes avoir une confirmation de récupérer ou elle de reprendre leur activité. Ben, on a besh nettoyé le CIPES Aliwa, donc expert en cybersécurité, membre adhérent du club DSI Tunisie. Liom, chérie, qu'est-ce qui, ma'atch, a accès les données de CIPES?
تنجم تتظلم، تنجم تطالب بتعويض على هال لا بيرت هذه نتاع لي دوني اللي هي تنجم تتسبب حتى في بعض الانشطه، تنجم تتوقف نشاطها كريمون. يعني كي نحكيو على دي بلاتفورم مارشاند، ولا نحكيو على دي بيزنس اللي مرتبطه باللي دوني هذيك اللي تنجم تكون مشيت، وحسب ما كنا نسمعوا ودائر حسب الاخبار اللي قاعدين نقراو فيها، يسوفي تحطو في اش في جوجل وتشوف اكتواليتي وعندك اون ميزا جوغ تقريبا كل ساعه. يعني بالضبط يعطيك صح. هو قبل ما نجاوب على السؤال، جوست باش نستخلصوا معناها شنو اليوم لي ليسون ابريز من الانسيدون تاع او في اش. هما حاجتين مهمين ولا يمكن ثلاث حاجات. الحاجه الاولى لي بيرسون لي على بري ميم لي غران ولا لي سوبوزي اللي اليوم يسون جيون. اليوم هانا نشوفوا او في اش اللي اليوم ضربت، وفما لانكار نتاع البرودكسيون نتاع السيت نتاع ستراسبورغ مضروب. الحاجه الثانيه اللي يلفو امبيراتيفمون افوار ان بلان دو كونتينيتي داكتيفيتي، خاطر كيف كيف طون كو نو سوم اون برودكسيون راهو فما ريسك اللي بالبرودكسيون تاعنا باش تتضرب، ويلزم عندنا ان بلان دو كونتينيتي داكتيفيتي. والحاجه الثالثه زاد اللي انا نعتبرها مهمه اللي هي الكونسيرن لي زيبرجور كلاود ولا حتى لي كليون اللي عندهم دي داتا سنتر، اللي هي لا سيكوريتي فيزيك. راهو نعاودو نذكرو اللي راهي لا سيكوريتي فيزيك إل في بارتي دو لا سيكوريتي دو لانفورماسيون إل في بارتي دو لا سيبر سيكوريتي. اش معناها سيكوريتي فيزيك؟ سيكوريتي فيزيك معناها أنا كي يبدا عندي داتا سنتر إل فو لو سيكوريزي فيزيكمون. اش معناها لو سيكوريزي فيزيكمون؟ يلزم يكون عندي أن كونترول داكسي فيزيك، مش أي واحد ينجم يدخل للداتا سنتر. داير هو أون جينيرال لي سيت هذوما ما يعرفوش بلايصهم وين، من المفروض يكونوا سريين معناها. أي دي سيت باناليزي. أنت كان تشوف باغ إكزومبل السيت نتاع ستراسبورغ، معناها كان سات أن أونسيان، معناها أون أونسيان أوزين نتاع حديد نتاع أرسلور ميتال. دونك قلنا عندنا تو سكي لو كونترول دو لاكسي فيزيك معناها او داتا سنتر، هذا زاد مهم. والحاجه الثانيه هو لو ريفرودسمون، معناها نعرفوا اللي احنا لي سيرفور يل جينير دو لا شالور، دونك يل فو معناها فيغ دي بروسيسوس ولا دي ميكانيزم دو ريفرودسمون دي داتا سنتر. زاد هذه مهمه. زاد كان غدوه لا قدر الله يصير فما مشكله في السيستيم دو ريفرودسمون، راهو كيف كيف راهو فما تنجم تصير فما اون انتربسيون دو لا كونتينيتي دو لاكتيفيتي. والحاجه الثالثه هي لا بارتي الكتريك اللي كيما صارت اليوم في او في اش، هي اللي تضرب انوندولور، معناها ابريوري معناها لوندولور هذا صارت عليه اون اكسيون دو مانتونونس، ومن بعد في الليل معناها هي لابخي فو وكمل معناها الحريقه، معناها سي بروباجي معناها اتو لو داتا سنتر. دونك هذوما ثلاثه حاجات مهمين معناها، وسورتو معناها زاد كيف كيف نعاودوا نذكروا بالسيكوريتي فيزيك. راهو كي نحكيو على السيبر سيكوريتي راهو نحكيو على ان تروك لوجيك، اما راهو فما دي اما فما لا سيكوريتي فيزيك زاد كيف كيف يلزمنا ننتبهوا لها. تو باش نجيو لي ريسك نتاع او نيفو دو كلاود. انت قلت لي اسكو هذوما الشركات ينجموا يظلموا ولا ما يظلموش، اسكو عندهم حقوق ولا ما عندهمش حقوق. اون فيت سا ديبون دو كونترا. انت الكونترا تو اللي عملته مع ليبرجور، انا شريت من عندك بريستاسيون، انت شريت من عندي بريستاسيون بالضبط. انت والكونترا اش مكتوب فيه؟ معناها شنو مكتوب في الكونترا وشنو اللي مش مكتوب في الكونترا؟ وهوني نعطي شويه لمحه احنا اليوم على لي تيب دو سيرفيس اللي موجودين في الكلاود. احنا فيت شان عندنا باغ اكزومبل احنا عندنا سيستم دانفورماسيون في بليزيور كوش. لا بروميير كوش هي لا كوش ستوكاج، وعندنا لا كوش سيرفور. تجي فوقها اون كوش دو فيرتواليزاسيون، ومن بعد الكوش دو فيرتواليزاسيون فما كوش او اس لي سيستيم ديكسبلوطاسيون، فوق الكوش سيستيم ديكسبلوطاسيون عندنا لي زابليكاسيون لي سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. فما تخوا تيب دو سيرفيس اللي نجمو نشريوهم من عند ان فورنيسور كلاود ولا ان كلاود سيرفيس بروفايدر. دونك لا بروميير اوبسيون هي تشري اون اي اس انفراستراكشر از ا سيرفيس. دونك تشري اونيكمون لا كوش فيزيك بلس لا كوش فيرتواليزاسيون، معناها تشري لو ستوكاج لو سيرفور بلس لا كوش فيرتواليزاسيون. وانت ان تونك كليون معناها يلزمك انت تحط لو اس نتاعك وتحط لابليكاسيون نتاعك. ولا نجمو نشريو اون بلاتفورم از ا سيرفيس. البلاتفورم از ا سيرفيس ناخذوا زاد لا كوش كيما الانفراستراكشر از ا سيرفيس، ناخذوا لا كوش فيزيك بلس لا كوش فيرتواليزاسيون. والبلاتفورم از ا سيرفيس نزيدوا ناخذوا الواحد، معناها لا ريسبونسابيلتي نتاع لو فورنيسور داكسي هو الواحد.
هو لا كوش فيزيك معناها لا بارتي فيزيك بلس لو سيستيم دكسبلوطاسيون والكليون هي المسؤوليه نتاعو هي لابليكاسيون والسيستيم دو باز دوني ولا داتا نتاعو ولا لا ثوازيام اوبسيون اللي هي سوفتوير از سيرفيس في السوفتوير از سيرفيس المسؤوليه باش تكون عند الفورنيسور داكسي دونك الفورنيسور داكسي كلاود باش يكون عنده لا كوش فيزيك لا كوش فيرتواليزاسيون لو اس اي لا بارتي ابليكاتيف دونك لو كليون عنده كان لي دوني كاهو والباقي كلهم يكونوا معناها سو لا ريسبونسابيلتي دو ليبرجور وهوني باش نحكيوا على السوفغارد انت كي باش تشري بار اكزومبل اون سوليوشن كلاود راهو با فورسيمون معناها نحكيوا على السوفغارد ولا تبدا موجوده معناها مونسيوني معناها اون كلوز نتاع السوفغارد ولا ينجم يكون حتى السوفغارد معناها يقول لك راهو عندي سوفغارد اما ما تعرفش وين موجوده السوفغارد بار اكزومبل احنا المشكله اللي في او في اش هي ما بين المشاكل اللي فما عباد شارين سوفغارد اما السوفغارد قاعده تصير في السيت بيدو معناها كي تضرب الداتا سنتر نتاع ستراسبورغ تضرب معناها لا برودكسيون ضربت الى سوفغارد ضربت دونك هوني لازمنا ننتبهوا جوست بربي في النقطه هذه كي انا شاري لا سوفغارد ولا سوفغارد قاعده تصير في نفس لو سيت في نفس لو داتا سنتر دونك ضربت مع لي دوني مع لي سيرفور اللي ضربوا مسؤوليتي انا ككليون ولا مسؤوليتك انت كايبرجور تنجم ماهيش سهله راهو معناها تحديد المسؤوليات تنجم يكون ماهيش سهله برشا اليوم هذا ما عنده حتى مسؤوليه يقول لك ابريتو انت فاهم شنو شريت معناها فاهم شنو شريت انت شريت ب 300 دينار يقول لك ابريتو انت شاري ب 300 دينار معناها ان سيرفيس معناها ب 300 دينار ولا 250 دينار معناها هذاك هو معناها نجيو نحكيو بار اكزومبل نتعمقوا شويه شنو هما اليوم لي ريسك معناها كي بوف معناها اللي موجودين او نيفو دو كلاود بما فيهم لي ريسك هذوما اللي قاعدين نحكيو عليهم لو بروميير ريسك اللي انا نراه هي لا فيبل كومبريونسيون دو موديل دو ريسبونسابيلتي اليوم جوستومون احنا المشاكل هذوما هما لا فيبل كومبريونسيون اليوم كليون كي يشري سيرفيس كلاود راه مش فورسيمون معناها يلزمو يفهم شنو هما لي زوبسيون بوسيبل اللي موجودين في الكلاود وخاطر هذايا سي اون اكسبيرتيز دونك في الكا هذايا سوا معناها يفي ابيل معناها دي سبيسياليست باش يعاونوه في الاكيزيسيون ولا في الكومبريونسيون دو موديل دو ريسبونسابيلتي اليوم انا كي باش نحط في الكلاود يلزم نفهم روحي انا ككليون شنو هي مسؤوليتي اون تيرم دو سيكوريتي دو لافورماسيون ولي بيرجور معناها كلاود شنو هي مسؤوليته لو دوزيام ريسك ينجم يكون لو موفي شوا دو سي اس بي معناها دو سيرفيس كلاود بروفايدر نجم انا اليوم اخترت معناها ا موفي فورنيسور دو فورنيسور ولا هيبرجور هذايا زاد كيف هذايا زاد كيف يلزمنا ننتبهوا معناها يفو بيان شوازيغ معناها لو كلاود بروفايدر ما نختاروش اللي يجي نثبتوا في سيكوريتي فيزيك معناها كان لازم زاد نعملوا حتى دي فيزيت فما زاد دي رابور دو ديت زاد نجموا نشوفوهم نشوفوا زاد الباك جراوند نتاعو نعرفوا نشوفوا جماعه اللي ايبرجيو عنده شنية معناها شنو رايهم في الموضوع واحد وكل شيء معناها فما توتام باك جراوند تشيك الفولو فيغ عندنا زاد برمي لي ريسك عندنا الفيولاسيون دي كونترانت ريغلومونتير اي ليغال زاد كيف كي باش تبرجي انت لي دوني نتاعك في الكلاود تو بو فيولي معناها سوا لي كونترانت ولا لا ريغلومونتاسيون تونيزيان ولا حتى لا ريغلومونتاسيون سي معناها شي لوتر هيبرجور في البلاد هذيك كان تختار باغ اكزومبل بلاد اوتر كو لا تونيزي زاد كيف تنجم تتعرض معناها فما معناها دي كونترانت ريغلومونتير ليغال معناها اللي واحد يلزمو ينتبه له. باهي نرجع لك سي قيس نرجع لك باش تكمل مع لي ريسك خاطر زاد في نفس النقطة اللي ذكرتها أنت لو كونسي دو كلوب دي سي تونيزي اليوم على لا بروتيكسيون دي دوني بيرسونيل حماية المعلومات الشخصية باش نرجعوا باش نحكيو في السيبر سيكوريتي قاعدين نحكيو على لو كا او في اش وقاعدين نحكيو على لا سيكوريتي اوبيراسيونيل افيك لو كلاود كيفاش تختار اون فان كونت لوفر اللي باش تشريها وشنو تضمن لك فيها تعويض ما فيهاش تعويض هذا كل قاعدين نتناقشوا فيه مع سي هيثم المير قيس عليوه سي بولبابة الابيض وزياد باشا نعطيكم الكلمة هيثم وقيس بعد ما نسمعوا لو كونساي دو كلوب دي اس اي Vous cherchez de nouveaux clients et fournisseurs? Commandez les annuaires pro de Tunipage. Tunipage.tn Dell Technologies et Intel, partenaires de votre digitalisation. Le conseil du club DSI. السلام ومرحبا بكم في لو كونساي دو كلوب دي سي تونس لهذا الاسبوع اللي يتناول موضوع حمايه المعطيات الشخصيه عام 2002 ك
كانت تونس الدولة 32 اللي أدخلت دسترة على الحق في حماية الخصوصيات من خلال حماية البيانات الشخصية. على هذا الأساس تم اعتماد قانون رقم 63 بتاريخ 27 جويلية 2004 بشأن حماية المعطيات الشخصية. فتعد حماية المعطيات الشخصية أحد الأصول الاستراتيجية للشركات. نتسائل اليوم ما هي المعطيات الشخصية وكيف يمكننا حمايتها؟ المعطيات الشخصية هي كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها، والتي تجعل شخصا طبيعيا معرف أو قابل للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة. الجوانب الفنية والتكنولوجية: أولا تنظيم حوكمة البيانات أو فهم نظام معلومات مؤسستك. ثانيا تعيين معالجة البيانات في نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة أو مراجعة أدوات تكنولوجيا المعلومات من البرامج والأنظمة الأساسية والتطبيقات. ثالثا الأمن السيبرني للبيانات أو حمل البيانات الشخصية والممارسات الجديدة من تحديد الأسماء المستعارة والتشفير وتقليل المعالجة إلى حد أدنى. ثم إدارة الوصول والأدوات ككتيب الأمان والإدارة البشرية من تدريب الموظفين. رابعا خرق البيانات وإدارة الأزمات، تقنيات الجرائم الإلكترونية من التصعيد الاحتيالي، الخداع إلى آخره. تحديد وتصحيح الخروقات الأمنية، إعلام السلطات والأشخاص المعنيين. داخل المؤسسة يجب تحديد سياسة حماية المعطيات الشخصية وميثاق يوافق فيه كل موظف على عدم استخدام البيانات التي يمكنه الوصول إليها لأغراض أخرى غير تلك التي تنبأ بها صفاته. الكشف عن هذه البيانات فقط للأشخاص المخولين حسب الأصول بسبب وظائفهم لتقليلها، سواء كانوا أشخاصا خاصين أو عاملين أو طبيعيين أو اعتباريين. عدم عمل أي نسخة من هذه البيانات إلا عند الضرورة لأداء وظائفه. اتخاذ جميع التدابير وفقا للممارسة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في إطار صلاحيته من أجل تجنب إساءة الاستخدام أو الاستخدام الاحتيالي لهذه البيانات. اتخاذ جميع الاحتياطات وفقا للممارسات العرفية وأحدث التقنيات للحفاظ عن الأمن المادي والمنطقي لهذه البيانات. التأكد وفي حدود صلاحيته استخدام وسائل الاتصال الآمنة فقط لنقل هذه البيانات، وفي حالة إنهائه لمهامه إعادة البيانات وملفات الحاسب الآلي وأي وسيلة معلومات متعلقة بهذه البيانات. في تونس تلتزم المؤسسات بشروط وإجراءات الإعلان وطلب الترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. النماذج اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية مع الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية متاحة للتنزيل على الموقع الإلكتروني للهيئة. أولاً إعلان معالجة البيانات. ثانياً طلب الإذن بمعالجة البيانات المتعلقة بما يلي: الصحة، المراقبة بالفيديو، نقل البيانات للخارج، القياسات الحيوية، المعتقدات والانتماءات، وأخيرا التواصل. حماية المعطيات الشخصية مفيدة للشركة، لهذا ننصح المؤسسات بتعيين مسؤول لحماية المعطيات الشخصية، ويفضل أن يكون مهندس في الإعلامية ويتم تدريبه على المعرفة القانونية، وهو الشخص المسؤول على حماية المعطيات داخل المؤسسة ويتمثل دوره في ضمان تنفيذ الآليات والإجراءات الداخلية لإثبات الامتثال للقواعد المتعلقة بحماية المعطيات وتوجيه تنفيذ جميع العمليات المخصصة للامتثال القانوني لمعالجة البيانات. نشكركم على حسن الاستماع وانتظرونا في الحلقات القادمة مع مزيد النصائح مع كلوب دي سي تونس. Le conseil du club DSI. موصل معكم في ديجي لاب، نحكيو على لا سيكوريتي اوبيراسيونيل، نحكيو كذلك بعد شويه على السيكوريتي اوبيريشنز سنتر. حاضرين معنا في الاستوديو سي بولبيب الابيض، سيرفيس اوبيريشنز مانجر في نيكست ستيب. حاضر معنا سي قيس عليوه، اكسبير اون سيبر سيكوريتي واديرون في كلوب دي سي تونيزي. سي هيثم المير اللي هو سي يو كيستون، وزياد باشا سي يو كليفوري ترينينغ. زياد باشا وهيثم المير، نحب نسمع رايكم في الموضوع. نحكيو على خاصة اليوم في لا سيكوريتي اوبيراسيونيل افيك لو كلاود، مع لي ريسك اللي كان يحكي عليهم سي قيس واللي باش يواصل، لانه تبارك الله نشوف في قداش فما تسعة وصلنا منهم كان ثلاثة يظهر لي، باش نزيد ونرجع لك بعد شوية سي قيس. نسمع قبل كل شيء زياد وبعد سي هيثم. زياد، دونك عندنا مده نحكيو على السيكوريتي، وديما كي نحكيو على السيكوريتي ماشي في بالنا يساجي دو لا سيكوريتي دونك لوجيك، معناها تو سكي سيبر سيكوريتي، لي سوليوشن كيما لي زونتي فيروس لي فايرول وكذا. دونك لا سيكوريتي ما تقفش غادي تقف فما لا سيكوريتي دونك فيزيك كي تري امبورطونت،
Donc, sécurité physique, manahit les accès ou la protection de l'environnement, les data centers ou les locaux. Vous êtes à la sécurité physique, qui m'a chauffé l'incident à l'ISAR, fait OVH. Donc, les systèmes de protection du site, manahit les incendies, les pannes électriques. Le feuillet d'année, justement. Ça fait partie de la sécurité. Exactement. Mon copain a parlé au dimanche le cloud. Mais je sais que le cloud il est pointé du doigt. Mais trop cher le cloud hype. Mais c'est pas vrai. Donc le cloud Black, il est plus sécurisé. Il met toutes les données en dedans. خاطر وقت اللي نحطوا لي دوني في ان داتا سنتر il est supposé être معناها géré par des experts du métier. Ou les experts du métier, هما justement العباد اللي يعرفوا كيفاش يبروتيج لي دوني ويوفروا لانفيرونمون نيسيسير باش تكون محميه خير لي دوني. هذا مش كيما نحط سيرفور في داتا سنتر كيما نحطو عندي باش نحميه بالكليماتيزاسيون والاكستانكسيون دانسوندي والمشاكل الاخرى الكل. تو باغ اكزومبل parmi les choses qui ont été dites sur l'incident qui s'est passé dans OVH, bon, مش ينجم يصير وشيء او في هاش بتيت اكثر شويه خاطر معروف او في هاش الاسويه نتاعو رخيصه برشا اون ريان سون ريان سي اون انتربريز ا بوت لوكراتيف يربحوا في الفلوس دونك اذا كان هم معناها الاسويه نتاعهم ارخص في مش في كل شيء دايور في لي زوفر نتاع دونتري دو جام فورسيمون لو كو نتاعهم الي مواندر كو الاخرين دونك دايور لي كليون تاع او في هاش كيبدا عنده مشكله معروف يطلب سوبور ما يلقاش حتى شكون يحكي معاه دونك عندك مشاكل في السوبور مثلا ما نقولوش مشاكل ما نقولوا على قد سم نتاع الاوفر اللي خذيناها وبارمي الحاجات اللي خرجت دايوغ طلعت في النيوز هذايا في جورنال دو نيت لو سيت دو ستراسبورغ اللي صارت فيه المشكله يقولوا ما فيهش لي سيستيم ديكستانكسيون دانسوندي اللي نورمالمون يكونوا موجودين في ان داتا سنتر بال شي ان كلاودور كيما او في هاش كيما باغ اكزومبل تلقى لي سيستيم ديكستانكسيون افيك لو غاز انيرت ولا افيك سي سيور كو فما ديفايونس صارت كيلكو بار معناها فما ديفايونس معناها يا ديزيكونومي يصيروا في في الحاجات هذوما فهمت اي بي دونك معناها ديما في الاخر واحد كيف يجي يشري معناها اون اوفر يلزم يرد باله فيش قاعد يشري اكثر العباد اللي تشري من عنده فيهاش ماهوش يمشي يقعد يحكي معاهم اون لي اكسبليك لي زوفر وكل شيء تدخل سور لو نيت فو كوموندي نيكست 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 اكسبتي ما بيان سور ما نقراوش لو كونترا كيما وقت اللي نستاليو اي ابليكاسيون وهذوك تلقى فيهم ما لك وما عليك لا ريسبونسابيلتي كي تصير بان شنو اللي يصير اسكو اذا كان شريت باك اب دايوغ اسكو ديبورتي والا دون لو ميم سيت دايوغ من الحاجات اللي قبيله حتى قبل الميسيون نحكيو عليها قلت سي بوسيبل باش تشري ان باك اب جو لي فو احنا بدنا شرينا قبل عندهم مي اون نو بريسيز با اذا كان وفرت سيت والا لا سي تري امبورتون باش واحد يسال السؤال هذا قول قايل تصير حريقه مسؤوليتي انا الكليون نسال ولا انت تفسر لي هو اذا كان ما حطلكش انفورماسيون يلزمك تسال من المشكله في وقت اللي نبداو في ان موديل كيما هذايا ما تلقاش شكون تسال يلزمك تطلب وقعد استنى دونك فوالا يلزم كل انتربريز تمشي تاخذ لوفر كي بلوز اديكوات للبزوا نتاعها يعني اذا كان خايف على لي دوني نتاعك يلزمك تمشي بتيتر ان سيرفيس كي كوت ان بو بلو شير على خاطر باش تلقى عباد ينصحوك يعني تستثمر يلزمك تستثمر في لي دوني نتاعك ما نجيش نحط عندي داتا كريتيك برشا نحطها في حاجه معناها نوفر موندر كو سي هيثم المير انت سي او كيستون زياد توا يقول لك لو كلاود بوينتي دو دوا حادث كما هذا ولا حوادث اخرى اللي قاعده تصير من رايك ترجع شويه الاراده ولا التوجه اللي ماشيين له نحو الكلاود معناها سا رومي اون كيستيون لو بروسيسوس ككل والا سا في بارتي دو جو هذاك من القوانين نتاع اللعبه اللي الناس الكل لازمها تكون قابله به ما بون نتصورش سا ميتر اون كوز التوجه اللي ماشيين فيه في الكلاود لانه لي زانسيدون دو سيكوريتي سورتو فيزيك راهو يصيروا انا ما نتصورش ما فيهاش ايزون نيجليجي سات اسبي لا مي صار ان انسيدون
المشكلة اللي هي comment ils vont gérer cet incident là. Donc certainement on aura une assurance, certainement ils ont des mesures qu'ils ont mis en place, mais kif kif معناها l'incident تاع sécurité physique نجم يصير حتى في وسط الشركة كان عندها data center. Alors que on تصور الريسك يكون اكبر لانه au niveau des data center الكبار les mesures معناها تقام à un niveau قوي قوي على الاخر معناها مي سوتو لي ريسك هذوما ما يرعبوش بهم. مي انا en fait اهم حاجة في السوجي هذا est-ce qui concerne مثلا شركات التوانسة اللي مبرجين عند الفورنيسور اسكي سور كان الشركة مبرجية واخذة دي سيربور فيرتويل ولا شارت زي ابليكاتيف وما هي الشارية اللي باكاب اسكي سور كان ضاعوا لدوني متاحهم راو سي زون باد باكاب صاي ضاعوا ايريكوبيراب ولا سوتو باكاب والاستوكاج ساكود دو لارجان بالنسبة للفورنيسور دونك كان ما خلصش هو في الوفر بتاعه عن سيرفيس دو باكاب انا نتصور اللي ما فيهاش رجعه. لكن حاجه اخرى مهمه انه الشركات لازم تعتبر لي دوني نتاعها ولي زابليكاتيف نتاعها على الكلاود صافي بارتي دو لور بيريمتر. راه نشوفوا برشا شركات يمشي يسوسكري ان سيرفيس كلاود باش في بالو سي بون معناها باش يعطي كارت بلانش للفورنيسور هو يفا تو بروتيجي الوغ كو سكيل امي او نيفو دو فورنيسور راه يل في بارتي دو سون سيستيم دافورماسيون مع سكيل فا ابليكي ان تيرم دو سوفغارد دو بوليتيك دو مود باس دو تو لي كونترول سيكوريتي باش ابليكي اون انترن شي سون سيستيم دافورماسيون نورمالمون يدوا لي ابليكي هما بيدهم او نيفو دي سيرفيس كلاود. معناها انا غدوه كان عندي ميز ابليكاتيف ولا مي سيستيم باش نبرجيهم في الكلاود جو دو ماستوري اللي لي باك اب سون كونفورم ا سكو جي مي اون بلاس كوم ايتون كونترول دو باك اب او نيفو انتر. معناها اي حاجه باش نعملها باش نحمي السيستيم تاعي اون انتر راه سا دو ابليكي كيف كيف على الكلاود. علاش؟ خاطر ماهيش صحيح انا سو تريتي اون بارتي معناها دو انفراستركتور مي لي دوني يقعدوا منك نحنا واحنا اوني ريسبونسابل سور لور بروتكسيون. سؤال تسالهم بكري اسكو باش يرجعوا باش ترجع لهم باش تعترف لهم ولا بون صحيح مربوطه بالكونترا و سي با اوسي ايفيدون مي انا نتصور يورا دي زاسيورونس ونتصور او فيهاش يفون با لاشي سوتو لي كليون كبار نتاعهم. كانك كليون صغير وشاري كلكو سنتين دو دينار بوتيت ماكش باش تلقى معاهم مثنيه خاطر دي كاب تصور كبار كبار برشا والبيلون الي تخي لوغ بالنسبه لل لو في اتش. دونك انا سكو معنا جو كونساي او جون كي اون بيردو دي دوني ولا دي سيرفور شي او في اتش يبداو من توا يحاولوا يلقاو حلول ما يستناوش لو فيرديكت. ما تصورش اللي الحكايه زاده باش يكون في وقت قصير على خاطر تحديد المسؤوليات وشكون مسؤوليه شكون من شكون تاخذ شويه وقت. اونتر تون البزنس نتاعك ينجم يكون ديجا واقف دونك ماذا بيك من توا تحاول تلقى حل. صحيح فما دي فورنيسور في تونس ظهرلي اولى توا باش التوانسه يكونوا ميو بوزيسيوني الكلاود ماشيين فيه. علاش؟ خاطر اليوم شركات ما عادش تحب تنفستي في الانفراستركتور ما عادش تحب تنفستي برشا في سورتو بارتي فيزيك اللي هي تتكلف برشا. لي ديفيرون كوش اللي كان يحكي عليها قبيله سي يقول لك انا فوالا نخرج نمشي ان فورنيسور بيان سور بون اللي هي دي كريتير دي كونديسيون كل واحد عنده معناها سا بروبر بيرسبسيون دو كلاود يل فو ميو qu'il soit accompagné de conseillers, des gens qui veulent les conseiller. Le contrat même, il doit être bien négocié avec les fournisseurs. On a vu un cas. On a vu que la plupart des gens qui ont un voyage, ils ont vu le contrat. 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 Ils ont vu le la sécurité opérationnelle, la Security Operations Center, في Digilab, اليوم واصل معكم حتى Laboratoire de transformation digitale. اليوم حاضرين معنا في الاستوديو سي قيس عليوة سي بولبيب الابيض سي هيثم المير وكما كل نهار اثنين يحضر معنا زياد باشا سيو كليفوري ترينينغ. نرجع لك سي قيس عليوة قبيليك عطيتنا قائمه نتاع لي ريسك سور لو كلاود. هو يمكن بوتيتر التسميه تنجم تغلط برشا ناس لو فات لو كلاود والا التغطيه السحابيه ولا الحوسبه السحابيه برشا ناس يمكن يمشي بالهم لي زانفورماسيون ولا الداتا في الهواء ولا
alors que là c'est des serveurs, c'est des data centers, c'est des lieux physiques où ils t'entraînent les informations هذه واللي تطلب sécurité اللي مقبلك نحكيوا عليها اللي هي à part la sécurité software ou غيره فما زاد la sécurité physique اللي نحكيوا عليها مقبلك في en cas de incendie ou la فيضانات ولا اي ريسك اخر نتاع مشكل ينجم يصير للي سيرفور هذوكم ولا لي داتا سنتر هذوما نواصلوا مع لي ريسك قبل ما نمشيو لا سيكوريتي اوبيراسيونيل. هو افكتيفمون احنا كي ديما نحكيو على الكلاود معناها العباد معناها يخموا كلكو شوز دابستري كلكو شوز دابستري ويقول لك انا كي باش نهز الاي تي نتاعي ولا باش نحطه في الكلاود باش جو في ترانسفيري مون ريسك اللي هو ساعات راهي مش صحيح معناها لون ترانسفير لو ريسك سي ان اوتر بروسيس يلزمو معناها اللي دوات اتر تريتي ا بار راهو كي تهز لي دوني نتاعك ولا تهز لي زابليكاسيون نتاعك للكلاود راهو با فورسيمون راهو باش تكون بلو سيكوريزي معناها هذايا معناها سو سون دي كونترا ولا دي ديسبوزيتيف ا ميتر ان بلاس دونك نواصلو في لي ريسك دونك بارمي زاد لي ريسك عندنا لو فيبل دي ديسبوزيتيف دو كونترول داكسي الكونترول داكسي سوا هذا زاد فالابل سوا بور لو كلاود ولا حتى معناها او نيفو دو لونتربريز معناها بارمي لي غران ريسك اليوم في السيبر سيكوريتي هو لو فول ديدونتيتي نيميريك ولا دي بارامتر داكسي دونك هوني شنو هما لي ميزور دو سيكوريتي يلزمنا معناها يفو ميتر ان بلاس اون بون بوليتيك دو جيستيون دو موت باس اي دو كونترول دي اكسي وزاد معناها يفو ميتر ان بلاس دي سوليسيون دوتنتيفيكاسيون فورت Donc, on a le sixième risque, on a une mauvaise configuration. On peut, les technologies dans le cloud, il y a des technologies qui sont dans le monde, il y a des nouvelles technologies, et on a une compétence nécessaire, donc il y a un risque de faire une mauvaise configuration. Ou qui m'en a fait que le matière une mauvaise configuration et donc des failles de sécurité, manière bien chaline ou mahloulin, à l'inège, ma manière une personne malveillante, et n'a jamais testé mal. On a le septième risque, manière les applications internes, il n'a jamais qu'on est vulnérable ou à la mal configurée. Fama l'yum ena par exemple qui est dans des applications taille en interne qui est dans le cloud bish twali public معناها twali les informations معناها bish ندخلهم avec une adresse IP publique ou ni zada kif kif c'est pas le même niveau de risque ou c'est pas le même périmètre donc ou ni zada mada bien qbel ma bish nhezo les applications taille nhatouhom au niveau du cloud zada kif kif نعملوا دي تيست دو بينيتراسيون وفما دي تيست دو سيكوريتي ا فير افون لا ميز اون اكسبلوطاسيون نيفو دو كلاود وفما زاد ان ويتيام ريسك اللي نجم يكون فما موفي ديزاين ولا اون موفيز كونسيبسيون دو لا سوليسيون اون ايل ميم اليوم تبدا عندي اون سوليسيون او نيفو دو لونتربريز كي مش تعدل الكلاود فما اون اوتر كونسيبسيون و ان اوتر ديزاين ا ميتر ان بلاس زاد هوني زاد كيف كيف كان ما عنديش لي كومبيتونس نيسيسير جو في ابيل معناها دي سبيسياليست وفما لا معناها لو ديرنيي بوان اللي جبد عليه زاد قبيل سي هيثم هي لا فيولاسيون دو لا بوليتيك دو سيكوريتي دو لانفورماسيون دو لونتربريز تنجم راهي البوليتيك دو سيكوريتي دو لانفورماسيون دو لونتربريز تكون فالابل لورسكو لو سيستيم دانفورماسيون الي او نيفو دو لونتربريز كي نخرج البار نحطو لو سيستيم دانفورماسيون تاعي يولي في الكلاود تولي ما عادش فالابل نعطي اكزومبل بار اكزومبل انا نقول لي زابليكاسيون تاعي لي زومبلوي نتاعي ينجموا يخدموا على لي زابليكاسيون من نهار اثنين لنهار الجمعة او نيفو دو لونتربريز هذا يا ساهله كي يبدا لو سيستيم تاعي السيستيم دو فورماسيون تاعي في المؤسسه هاكا معروفه معناها كان جا يخدم هاكا ينجم يدخل للسيستيم دو فورماسيون وكان ما جا السبت واحد ماهوش باش يجي دونك ماهوش باش يستعمل لي زابليكاسيون تاعي كي نحط لابليكاسيون تاعي الكلاود تولي ديسبونيبل 7 جور سور 7 24 سور 24 دونك هوني زاد كيف كيف يلفو معناها رونفورسي ولا نعملو معناها رونفورسمون دو لا بوليتيك دو سيكوريتي دو لانفورماسيون تاعنا وفما هوني دي زوتي سبيسياليزي كيما باغ اكزومبل كلاود اكسس سيكوريتي بروكرز هذوما دي زوتي ولا دي بلاتفورم معناها كي بوف يعملو معناها البوليسي رينفورسمنت تاع لونتربريز او نيفو دو كلاود باهي فهمنا لي ريسك معناها تبارك الله متعدين
Mais bon, Zada, face à ces risques, femme a Zada des solutions, femme a des solutions de sécurité. Voilà où je vais vous dire que si vous avez dit que vous avez dit que vous avez suffisamment en tant que des entreprises ou en tant que des particuliers. Dis ma femme, le risque zéro n'existe pas. Dis ma femme, le risque maujoud, dis ma maujoud. Ça va sur le cloud ou elle en local, l'entreprise. Je n'ai pas le cas, donc service operations manager fi Next Step, qui est sécurité opérationnelle. Qu'est-ce qu'on entend par sécurité opérationnelle, Lyon? Voilà. La sécurité opérationnelle, c'est que. Nous sommes en 2021. La majorité des entreprises tunisiennes, le cas interne, ils sont équipés par des solutions d'infrastructure réseau, sécurité, des solutions de stockage, que ce soit random ou la full cloud, ou des solutions de sécurité plus ou moins compatibles avec leur infrastructure. Okay. Le plus, c'est que la majorité des entreprises, peut-être à la quelques entreprises kbar ou à la quelques banques qui sont en train de le faire quotidiennement en termes d'exploitation et d'administration, les clients, je n'ai pas de des infras, mais ils l'exploitation de l'exploitation à jour en termes de patch de sécurité ou la management à jour les vulnérabilités à l'échelle internationale. Le centre de sécurité opérationnelle. Le centre de sécurité opérationnelle, c'est que il a principalement quatre axes. L'axe l'ouléni, la prévention de tout type d'incident de sécurité. Prévention, d'accord. Donc prévention, on doit prévoir. On doit toujours mesurer le niveau de la sécurité de notre système d'information par des actions de scan de vulnérabilité ou des scans de phishing entre guillemets. On peut tester le comportement de nos utilisateurs de système d'information. Souvent, on a fait ça à Phoenix Step avec beaucoup de clients. On a fait un phishing, on a fait un email. Un score peut-être ça chez quelques clients, 99% des utilisateurs ils ont le mail avec ou le passage des cas d'ici les emails, c'est que la majorité des menaces et la majorité des attaques a des système de messagerie. Donc il t'amène un simple phishing, l'utilisateur de tech phishing mouchkad yarf il stame le messagerie, ça d'une part. Donc nous dans le cadre de la prévention, il faut sensibiliser les utilisateurs. Beaucoup d'utilisateurs, même si ils ont le même niveau, ont un savoir-faire, donc ils doivent être au fur et à mesure. Donc parmi les rôles de l'ANSOC, c'est la prévention, c'est faire monter la compétence de l'utilisateur final. Et nous allons nous faire un peu qui fait système le système d'information. Ça d'une part. Femme rôle principal le SOC, c'est la détection. Donc un centre de opérationnel de sécurité doit être bien équipé par des solutions, des moyens techniques, des moyens humains, des procédures pour que la détection des incidents soit en temps réel. Donc, femme a toute une infra qui doit être mise chez le client, d'accord, pour collecter les logs, pour collecter le comportement dans son système d'information et mettre en contrepartie des mesures nécessaires pour détecter au bon moment les incidents. Bien sûr, femme a des analyses niveau 1, niveau 2 pour bien déterminer l'incident ou le log. Il débute à une attaque ou la fille. On a un score élevé, les normalement une investigation. Ou femme, bien sûr, un autre rôle très important, c'est que la réaction en cas d'un incident, le centre de sécurité opérationnelle, comment il doit réagir à un incident ça, d'accord. Il y a des cellules de crise
commune entre le centre et le client. Il y a des actions suivant, ce sont des déclenchements de procédures pour cadrer la zone de l'incident. Il y a des incidents qui nous ont fait l'impact de l'incident. Il y a des incidents qui nous ont fait d'accord, bien configuré, bien rédigé. Le centre opérationnel, il n'a jamais été un plus. Femme Haja Okra, très importante, c'est que, la prévention avec des mesures de scan et tout, dans ce sens, femme l'interactivité avec l'administration du système d'information. Femme un centre, il n'a jamais interne à l'entreprise, ou maintenant, le Moussa, c'est une externe, femme a beaucoup de compétences très pointues. D'accord, l'IHEA qui gère le centre AD, mais il doit être en étroite collaboration avec l'administrateur du système d'information de clients pour dire que voilà, suite à un scan, par exemple, RAW, FAMA des patchs, FAMA des mesures à mettre pour faire des mises à jour, on a un système d'information, généralement, si on fait un échec, FAMA des règles qui ne sont pas bien configurées, optimisées sur des équipements de sécurité. AD, il colle. Le rôle d'un centre de opérationnel de sécurité Bichatine en plus pour réagir voilà en cas d'un incident et il vaut mieux prévenir tout type d'incident. Donc c'est la prévision les risques les ici voilà prévision détection et réaction en cas d'un incident. نخو في اقل من دقيقه معك سي هيثم ونرجع لك بعد الاخبار جوست في تعليق اللي كنا نسمعوا فيه دخلنا في جوهر الموضوع نحكيوا على السكيورتي اوبريشنز سنتر السوك والدور نتاعو في لونتربريز. هو نجم انا نفسر من وجهه نظر اخرى لابروش كلاسيك نتاع سكيورتي اللي هو تجي شركه تحط دي زيكيبمون سكيورتي فاير وول انتي فيروس ديتكسيون دانتريجون تعمل اون بوليتيك تحط كلكان كي ريسبونسابل سي اون ابروش كلاسيك هذه اليوم لابروش كلاسيك ني بلو ايفيكاس علاش خاطر لي ريسك ولاو كل يوم فما جديد كل يوم دو نوفيل تكنيك داتاك كل يوم دو نوفيل فولنرابيليتي اللي رد خدمه سيكوريتي ما عادش ان بروجي ولا اون اكيزيسيون مي سي ان ترافاي كوتيديان ترافاي كوتيديان كل يوم يخرجوا دي فاي لازمني كل يوم نتبع كل يوم فما دي تونتاتيف داتاك لازمني اون طون ريال جي لي كاباسيتي دو ديتيكتي اي تريتي لي اتاك هذوما لازم تكون عندي اون كاباسيتي دو سكاني مي سيستيم ايدونتيفي لي فاي كوريجي لي فاي تكون عندي دي مويان باش انا وقت اللي نفيق اللي صارت لي اون اتاك ولا ان انسيدون يكون عندي لي مويان بور رياجير و ريبوندر على الاتاك هذي هذا هو احنا نسميوه لي زوبيراسيون سيكوريتي معناها لا سيكوريتي ولات ان كوتيديان لازم تكون عندي اون ايكيب ايكيبي بلي زوتي نيسيسير يكونوا بيان فورمي وافيك دي بروسيدور واضحين باش نجم انا معناها جاسور سي فونكسيون او كوتيديان وهذاك هو معنى السيكوريتي اوبيراسيونيل سي كو ان انسومبل دوبيراسيون سيكوريتي اللي ولاو مطلوبين يكونوا ديما موجودين مانيش باش نعيط كونسلتون مره في الشهر ولا في لا فما اون اكتيفيتي كونتوني لازم تكون موجوده سو فورم دان سارتان نومبر دوبيراسيون وان سوك ان نو بو اتر مي اون بلاس كو اترافير تروا كومبوزون كيما سميت بك العباد bien formé, une équipe bien formée. La technologie, elle est indispensable pour détecter, analyser, scanner, etc. Ou bien sûr, les procédures, comment je vais fonctionner, ou comment les résultats, les amis, nous salam. Voilà, je vous remercie, c'est Haïtham Elmir, CEO Keystone. Je vais revenir après le Mouges, ma fadou al Turki, qui est très bien. Ma taher al Faiza, je vais vous parler de DigiLab. Nous allons parler de la sécurité opérationnelle, nous allons parler de SOC, ZED Security Operations Center. Hadrin Mana, c'est Qais Aliwa, c'est Boulbeb Al-Abiyad, ou Ziyad Becha, nous allons parler de DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale. ومواصل معكم في ديجي لاب حتى كشي للخمسة متاع العشية حاضرين معايا في الاستوديو سي بولبابا الابيض سيرفيس اوبيريشنز مانجر في نيكست ستيب سي قيس علي واكسبير اون سيبر سيكوريتي واديرون او كلوب دي اس اي تونيزي سي هيثم المير اكسبير اون سيبر سيكوريتي وسي يو كيستون وزياد باشا كيما كل نهار اثنين يرافقنا سي يو كليفوري ترينينغ قاعدين نحكيو على لا سيكوريتي اوبيراسيونيل قاعدين نحكيو زاده على
سيكوريتي اوبريشن سنتر الفريق اللي يعنى بلا سيكوريتي في كل انتربريز دونك بار ديفينيسيون سي ليكيب اون شارج داسوري لا سيكوريتي دو لانفورماسيون في كل انتربريز وسمعنا سي بولبيبه وكذلك سي هيثم اللي اعطاونا بوتيتر دو فيزيون كل واحد شنو النظره نتاعو للسوك ولا السيكوريتي اوبريشن سنتر نسمع رايك زياد وباش نعطي كلمه زاد للسي قيس ديما في نفس الموضوع الفريق هذا اللي هو بوتيتر اللي يعنى باللا سيكوريتي في الانتربريز الحاجه الاولى انت تو اكثر لي زونتربريز في تونس مهم سي با دو تري غروس زونتربريز في تونس نحكيو اكثر بي ام او ils n'ont pas la taille puis qu'on peut-être rendu un security operation center donc bah j'avais dit que معناها شنو يلزمنا نعملو justement واليوم المشكله الاخرى اللي معناها la partie IT ولا digitalisation ولا cloud ولا incontournable اليوم اللي يحب يقدم il est obligé باش يكون عنده des solutions IT ولا des solutions pour digitaliser son business et transformer son business et donc du coup il s'expose اكثر المشاكل تاع sécurité Donc du coup, la sécurité devient incontournable. Mais je mets les données météo à le cloud, ou elle a un site web, il interagit avec les clients météo, ou n'importe quelle autre solution, mais rire, mais qu'on a de la co-sécurité, sinon il est très vulnérable. Donc la sécurité match avec les hajalism. ومشيرة أخرى وليو نحكيو على Security Operation Center à partir d'une certaine taille زادة من تاع الشركة الحاجة bon, سمعت هيثم قبيلة يحكي قال c'est très important de former l'équipe mettre en place les process et avoir la technologie برشا شركات ils n'ont pas les moyens donc الحاجة اللي نحب نضيفها باش ما نعاودش اللي قالوه جماعة اللي فما دي solutions فما دي entreprises يعطيو دي services managés pour un Service Operation Center et ça c'est extrêmement important donc même si on n'a pas la taille نجمو كالعادة نجيبو des experts مش لازم ناخذ من عنده 2, 3 ولا 4 ressources ناخذ شطر ressources ولا ressources غير با شو معناها j'externalise موجودة le managed security operation center ça exist معناها انا اذا كاني شركة صغيرة في الحجم وما عنديش بوتيتر ليفيكتيف اللي يكفي باش انا نحط ليكيب شارجي بالسيكوريتي انا شركة البزنس نتاعي كله اونلاين وعندي الداتا بيز والبيمون الكترونيك وكل لي ترانزاكسيون كلهم ديجيتاليزي مانيش نعمل سيكوريتي من عملت سيكوريتي جو دوفيان تري فولنيرابل نتمس ولا انابورت كيل اتاك نقف كومبليتمون ودقيقه بحسابها وساعه بحسابها وعندي دي شارج وعندي دي زومبلوي شنو لازمني نعمل جو سوي اوبليجي دو رانفورسي لا بارتي سيكوريتي اوسي بيان فيزيك كو لوجيك من ناحيه التكنولوجيا البروسيس كل شيء لازم يكون عندي ومع و جو ني با اوسي لا تاي باش يكون عندي اون ايكيب اون بيرسون حتى اون بيرسون ما عندي جو ني با لا تاي جو بو اكسترناليزي نجم نمشي للشركه تعملي مانجر سيكوريتي اوبريشن سنتر يجيهم هما المشاكل هذوما الكل فما مشكله نكلمهم هما اذا كان فما انسيدون هما اللي يتصرفوا وفي لي كونترا تبقى عندك لي زوبليغاسيون دو سيرفيس وكيما كنا نحكيو كيما نيكست 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 فما تولي تقرا لو كونترا نتاعك بالكدا تعرف مالك وما عليك هذا جوست حبيت نضيف على قالوه جماعه سي بولباب نعرفش كان عندك تعقيب باش نعطي زاد الكلمه للسي قايس يقول القائل علاش نجي نمشي في اختيار كوني نعمل فريق مكلف هو باللا سيكوريتي في لونتربريز pourquoi un SOC معناها في une entreprise سي قيس pourquoi un SOC d'abord خاطر لا سيكوريتي سي ان ميتيي ديجا معناها ما نجموش اي ادمنستراتور اي تي ولا حاجه باش نجي نقول والله هذا باش يولي اليوم لا سيكوريتي لا سيكوريتي سي ان ميتيي و سي ان ميتيي على بوينت دو لا تكنولوجي وهو بيدو في السايبر سيكوريتي فما بلوزيغ سبيسياليتي وفما حتى دي سبيسياليست معناها بار دومين دون لا سايبر سيكوريتي معناها فما اليوم قاعدين نحكيو على لي كومبيتونس معناها يلفو افواغ زاد لي كومبيتونس والحاجه الثانيه اللي مهمه اليوم ديما يلزمنا كل ما نحكيو على السيكوريتي يلزمنا ديما نحكيو على قبل السيكوريتي اللي هو لو ريسك اليوم اش يقولوا هما يقول لك يلفو اوديتي على فيتيس دو ريسك اليوم شنو هو الريسك اللي عندك شنو الفيتيس دو ريسك اللي عندك تحط سوك ولا ما تحط السوك يعني بار اكزومبل كان انت اليوم لاكتيفيتي اي تي نتاع لونتربريز نتاعك والله نقولوا تستحقها مره في الشهر مره في الشهر بيان سور انت اليوم معناها اون انتربريز ما تستحق السوك وكان نحكيو على ان اوبيراتور تيليكوم ولا فهمتي ان سيت مارشون كبير ولا على اون بانك اللي لي سيرفيس اي تي نتاعها 24 سور 24
بيان سور يلزمك تسحق السوق وافيك ان مونيتورين كونتوني معناها مش ميم با كوتيديان معناها هذايا 24 سور 24 هذوما عباد يلزمهم يكونوا دي جون ديدي معناها الاكتيفيتي نتاعهم تكون سيت اون اكتيفيتي ديدي معناها ماهوش سي با معناها اون اكتيفيتي بارسييل ولا معناها يخدم شويه في حاجه ومن بعد كي يبدا عنده شويه وقت معناها كان يفضلوا شويه وقت يمشي يعمل طله شويه على الفاير وول ولا يعمل لا 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 هذوما عباد معناها ديزاناليست دو سيكوريتي اللي خدمتهم هما يعملوا لا ديتكسيون يعملوا الاناليز كي يعملوا ديتكسيون يعملوا الاناليز يشوفوا واسكو لانسيدون معناها الي معناها سيت ان انسيدون معناها ريالمون دو سيكوريتي ولا سيت ان فو بوزيتيف خاطر ينجموا يكونوا عندنا دي فو بوزيتيف معناها ريالمون سي با ان انسيدون دو سيكوريتي ويعملوا لا بروميير ريبونس لا بروميير ريبونس اللي بالانجليز فيرست ريسبوندر هما اسمهم معناها جماعه الاورجونس اش معناها جماعه الاورجونس جماعه اللي اول جماعه يعملوا ريبونس على خاطر السيستيم دو جيستيون ولا البروسيس دو كاد اتاك ولا البروسيس دو جيستيون دانسيدون اكبر شويه معناها يفوت شويه السوق دونك لي فيرست ريسبوندرز هما جماعه السوق اول جماعه يلزمهم يبلوكيو الاتاك بي دونك قاعدين نفهموا شويه في لو فونكسيونمون تاع لو سوك نرجع لك سي هيثم اليوم قبيله حكيت على لاسبي تكنولوجي لاسبي هومان اللي هي لا فورماسيون تاع العباد ليكيب هذه اللي باش تكون في السوك ولا انفراستركتور دونك انا لو كان جيت شيف دونتربريز اليوم عندي دينار كيفاش نقسمه ما بين هاللي 3 هذوما لي 3 كوش بوتيتر ولا ثلاثه توجهات قديش نصرف قد على الجانب البشري التكنولوجي ولا كيفاش نقسم مون بودجي به هو انا كيما قلت بكري ان فيت لي زوبيراسيون سيكوريتي اللي نجم السوق يسيريهم يونا بوكو فوق ال 20 اوبيراسيون نجم انفيزاجابل مي ان سوق يل بو كومونسي افيك ان معناها ان نيفو دو سيرفيس le nécessaire معناها كي نحكي مونيتورينغ تريتمون دانسيدون جيستيون دو فولنرابيليتي بار اكزومبل فما ان سيرفيس كيف تو مطلوب برشا ثريت انتيليجنس ان فيت سي تو سكي اناليز دي دوني كوليكت دو دوني دوبي الانترنت اون بو ديفينير اون فونكسيون دو سكون فا ديفينير كوم سيرفيس كي فاتيت اسوري من السوق نجمو نعرفو لانفستيسمون شنو اللي لازم كي ناخذو ان سيرفيس تاع مونيتورينغ دونك جينيرالمون باش نجم انا نعمل دو مونيتورينغ دونك لازمني دي زوتي دو كوليكت داناليز دو دوني لازمني عباد فورمي ولازمهم دي بروسيدور كيفاش باش اناليزي شنو هما لي كريتير كومون يفا اسكالادي لي انسيدون كان لوبجيكتيف نتاعي باش نعمل ان مونيتورينغ اون 24 سور 24 وقتها لو ستريكت مينيموم نتاع اون ايكيب كي فا اسوري سات اكتيفيتي سي 6 بيرسون دونك لهنا لانفستيسمون يولي رزين برشا لانفستيسمون ان تيرم دورغانيزاسيون دو تكنولوجي جينيرالمون اي ميتريزابل مي لانفستيسمون ان تيرم دو ريسورس هيومين اي دوفيان بلو ديفيسيل سورتو كي فو لي فورمي سورتو اي فو لي جيري ان تيرم دو شيفت 24 سور 24 ايز اوسي اي فو لي روتينير خاطر لي سوك اناليست هذوما اللي هما ديزون لو برومي نيفو داناليست اللي باش يخدموا او نيفو دي سوك سي دي بروفيل مطلوبين برشا سورتو ان اوروب مطلوبين بدرجه كبيره برشا ساشون كو لي با كو لي سوك اناليست اللي سو كي فون فير لو تريتمون دانسيدون نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 سو كي سون ان شارج دو ثريت انتيليجنس اللي بوكو داكتيفيتي لازم يكونوا موجودين هذاك علاش كيما قال زياد اليوم فما اون التيرناتيف اللي هو الاكسترناليزاسيون دونك نجم انا او ليو معناها دافوار سيت انفستيسمون سي دور في الريسورس هيومان افيك لي بروبليم اللي مربوطين بالجيستيون تاع العباد اي لانفستيسمون ان تيرم دو تكنولوجي دونك لا جو بو اكسترناليزي سيت اكتيفيتي لا ونمشي جوبت بور ان سوك مانجي شي ان فورنيسور دو سيرفيس دو سيكوريتي مانجي احنا بون اليوم احنا اللي هو الاكسترناليزاسيون اللي حكي عليها قبيله فوالا احنا اون فيت او نيفو دو كيستور اون في سو جونر دو بريستاسيون دونك اون اي ان فورنيسور دو سوك مانجي اون ا دي كليون برسك اون ديزان دو كليون تاع في تونس وعندنا كيلك كليون تاع اون افريك اللي 24 سور 24 فما ايكيب تبع فيهم لي اسيست لي اليرت ان كا ديتكسيون دانومالي عرفت شويه كيما تشوفهم في الافلام دي سال كلهم دي زيكران اي دي سال فيهم لي زيكران اون افيش لي زوتي دو سوبرفيزيون و اون طون ريال اناليز اليوم في تونس نقبلوا كون نعطي ولا سيكوريتي نتاع لي دوني نتاعنا ولا لا سيكوريتي نتاع الشركه نتاعنا اون بارتي تيرس معناها هي فما كونديسيون وحيده في الحكي هذه هي لا كونفيونس وقت اللي يعطيك الثقه يعطيك كل شيء به قبل ما كانتش مقبوله برشا الحكايه وصعيبه معناها اون اكسب ديفيسيلمون
انا نعطي ديزاكسي نعطي لي دوني نتاعي عند شي ان بريستاتير ميم سي جي كونفيونس. لكن اليوم باللي ديفيكولتي اللي موجودين تاع الانفستيسمون تاع الريكروتمون وافيك لي ريسك ولي زاتاك اللي قاعدين نشوفوا فيهم اليوم راهو سا دوفيان اون اوبليغاسيون. كان عندك لي مويان باش تحط ان سوكر انتر فازي يفو انفستير. كان ما عندكش سيت انفستيسمون لا وعندك سيت اوبليغاسيون دو سوبرفيزي لي سيستيم داسوري دونك اون سيكوريتي اوبيراسيونيل وقتها ما عندكش شوا كبير. فما دي بريستاتير اللي نجم يخدم افوت بلاس بيان سور مويان دي كونترا دي اس ال اي اي مويان ان كونترا دو كونفيونس اللي هي اهم حاجه دون سيت اكتيفيتي لا. راه كان ما عنديش ثقه في البريستاتير يستحيل باش نجي نعطيه لاكسي على على السيستيم تاعي ولا اكسي سور مي دوني. سؤال اخير قبل ما نمشي للفاصل، هل انه سا ديبون كو دو لا تاي نتاع لونتربريز؟ معناها اذا كانوا جروب كبير يلزم يكون عنده السوك نتاعو الفريق اللي لهيلو بلا سيكوريتي دو لانفورماسيون في المؤسسه يكون انترن، والا سان ريان افوار افيك لا تاي؟ تنجم تكون جروب كبير ويتوجه كذلك ليكسترناليزاسيون. انا نقول مربوطه بالريسك. اش عندك ريسك؟ اسكو على شنو تخاف؟ كان عندك حاجات تخاف وعندك اون اوبليغاسيون دو لي بروتيجي يلفو يالي دون ان سوك. اسكو سي ان سوك انترن ولا ماناجي؟ ماهوش مربوط بالتاي دو لونتربيز. بالعكس لي زونتربيز كبار اليوم هما اللي ما يحبوش ينفستيو وماشيين في ان ابروش ديكسترناليزاسيون، ماشيين في الكلاود، ماشيين في سو تريتونس دو سيتانز اكتيفيتي بور اليجي لي شارج اللي عندهم. واللي ريناهم اكثر شركات كبار هما اللي ماشيين بالاكسترناليزاسيون دو سيرفيس. واضح. شكرا لك سي هيثم الامير سي او كيستون. مواصلين بعد هالفاصل القصير. Quelle que soit la taille de votre entreprise et le secteur de votre activité, avec Dell Technologies, vous bénéficiez de technologies reconnues, de conseils et d'accompagnement individuel pour assurer votre digitalisation. Grâce au portefeuille Dell Technologies et les PC Dell dotés de processeurs Intel, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous, votre business. Dell Technologies et Intel, votre accompagnateur de transformation digitale. الو اهلا بشير، وينك؟ وي اهلا بيك. اسمع داخل توا اللونتين، ها نكلمك من بعد. اوكي هاي تشا. اتونسيون بشير سا تور. Le 19-21, le magazine d'actualité اللي تلقاوني فيه انا سور انتين بشير القروي يوميا من الاثنين للجمعه من 7 ل 9 نتاع الليل. حوارات، اخبار الرياضه، جديد الافلام والسيريات والعديد من الفقرات الاخرى اللي نمدكم بها يوميا من 2 للجمعه على امتداد سويعتي من زمان. Le 19-21, l'essentiel de l'actualité. La création de valeur, c'est nous. 10 ans d'expérience, c'est Express Appel. Digilab, votre laboratoire de transformation digitale. مواصلين معكم في ديجيلاب. نحكيو على السيكوريتي اوبيراسيونيل، بالتحديد على لو سوكل الفريق ليكيب كي اي اون شارج دو لا سيكوريتي دي زانفورماسيون ولا دو لانفورماسيون تاع كل شركه. وحكينا على عده فرضيات على كونه الفريق هذا ينجم يكون انترن في لونتربريز، ينجم يكون اكسترناليزي لو سيرفيس اترافير يكون فريق مختص هو اللي معناها يقوم بدراسه ويقوم بحمايه المعطيات نتاع الشركه. باش نرجع لك سي بولبيبه، وداير باش نعمل ان ديرنيي تور دو تابل مع سي قيس سي هيثم وزياد كذلك في موضوعنا. نبدا بك سي بولبيبه الابيض، سيرفيس اوبيريشنز في مانجر في نيكست ستيب. دونك جوست لي سوليوشن اليوم بالنسبه لانسوك عنده يحتاج لدي سوليوشن باش ينجم يخدم. هل لي سوليوشن هذوما شكون اللي حددهم؟ هل هو هل هو لو دي سي، والا كيفاش تصير المفاهمه ما بين هذوما الكل؟ واضح. اون فيت باش نكمل على اللي قالوا سي هيثم، انا نقول لك السوق ما ينجم يكون كان اكسترناليزي، ما ينجم يكون كان اون مود سيرفيس مانجي افيك تو مي ريسبي للي موجود في التريتوار توا. لو كليون فينال ني با كابابل اكتويلمون باش ينجم ينفستي في دي روسورس افيك دي تكنولوجي تري بوانتو. هو ميم في السوق وبيدو فما بليزيور سبيشاليست داكور اللي ينجم يكونوا كومبليمونتير بور لو سيرفيس سوك داكور. دونك انا نتصور انه ما ينجم يكون كان اون مود مانجي سا دون بار. الحكايه انا نتصورها اكبر راهو من سامبل معناها سيرفيس مانجي ولا اوتر سي با سا. انا نشوف الحكايه سي استراتيجيك دو معناها استراتيجيك للدوله. شنو معناها؟ فما قطاع عام وفما قطاع خاص يلزم يخدموا مع بعضهم بور مني اون استراتيجي
pour lutter contre les cyber attaques. Quand tu as vu معناها في الخارج نقولوا احنا في الولايات المتحده مثال كي صارت الاتاك الكبيره على السيستم سولار وينز وتهموا دول معناها دول تتهم في دول انا شو نقول سي فري فما اون استراتيجي خرجت في تونس وتحطت في كتاب ومن بعد ما نعرف شنو صار بالضبط لكن الحكايه اكبر من هذا نتصور انا لازم تكون فما استراتيجيه نتاع بلاد باش نجموا معناها نحضروا رواحنا ان كليون باش يخرج مود كلاود ولا ان كليون يخدم عنده هو في الانفرام تاعو والا ان كليون خرج على الكلاود على ليشيل انترناسيونال لي شيرش دافوار دو لا سيكوريتي دو سون سيستيم دافورماسيون يلزم يكون فما في تونس معناها نقولوا احنا اطار قانوني يكون موجود في حد معين معناها ينجم يكون فما اداره تونسيه اللي نتصور انها يلزم تخدم باش توعي l'administration tunisienne باش توعي القطاع الخاص انه لو بيزوان ا ميتر ان بلاس ان سيستيم سوك سي بريمورديال في اللي قاعدين نعيشوا فيه ويلزم القطاع الخاص يخدم اكثر باش ينجم يغطي الاحتياج هذا كله باهي فما حاجه تري امبورطونت انا نشوفها انه فما حاجه تري امبورطونت نشوفها انه ريت ليدوكاسيون انا غدوة نيكست ستيب عندها سون بروبر سوك كي ديجا اوبيراسيونيل دوبي quelques années sur l'infrastructure pour protéger notre offre cloud, d'accord. L'échec est clair, il y a le recrutement des ressources qui sont pointues dans ce sens, d'accord. Donc, j'aime à Fitounes, d'accord. Les étudiants, les aujourd'hui, les gens de Mouahlet, pour être analyste niveau 1 fait un soc. كي نقولوا على استراتيجيه نتاع الدفاع تاع بلاد نتصور يلزم القطاع الخاص ينفستي على روحه والقطاع العام يعاون القطاع الخاص باش ينفستي ما يلعبش الدور نتاعو والحاجه المهمه في هذا انه نجم نكونوا احنا كل معناها دي سونتر اوبيراسيونيل سور لو تيريتوار ناسيونال بور ديفوندر معناها نامبورت كيل اتاك نجم تجي على ليشيل ناسيونال واضح دقيقه دونك زياد وبعد نمشي لسي قيس ونختم معك هيثم زياد دونك الحاجه اللي حبيت نرجع لها دونك لا سيكوريتي اليوم كما قلت ولات انكونتورنابل على خاطر دونك لا ديجيتاليزاسيون الي انيفيتابل لي زونتربريز اللي يحبوا يقدموا ما عادش نجموا نعملوا حتى شيء ما غير لو فولي ديجيتال وبقينا ندير قديما لو تشالنج دو لانفستيسمون برشا وشويه كل شيء دونك ديما نرجعوا معناها ننفستي شويه في السيكوريتي والديجيتاليزاسيون خير من اللي نخسر اكثر برشا في اون نيون با بو لو فير معناها واللي ما ينجمش باقي فما دي سوليسيون اللي يخليوه يمشي فيغ لو كلاود معناها لا سيكوريتي دون لو كلاود لا سيكوريتي ماناجي ديما فما دي سوليسيون كي سون ادابتي على تاي دو لونتربريز اي دو سون سيستيم دانفورماسيون شكرا لك زياد سي قيس عليو اون فيت معناها باش نحوصلوا اليوم واش عندنا في السيكوريتي اوبيراسيونيل باش نعملوا الحاجه اللي باش نعملوها اون فا ميتر ان بلاس دي ديسبوزيتيف بور سيكوريزي le système d'information là où soit au niveau de l'entreprise voilà au niveau du cloud donc il faut mettre en place des dispositifs de sécurité pour faire de la prévention mais quel manage est donc les dispositifs et donc il doit détecter les incidents de sécurité voilà les menaces ou il doit faire de la remédiation معناها كان ما نجحوش هذوما لي زوتي دو سيكوريتي يلزم فما عباد كي دواف انترفونير بور فيغ لي ريباراسيون ولا بور جيري لانسيدون وسيبوزون زادا كيف كيف زادا كان معناها لانسيدون ينا با ايتي ميتريزي دونك باش يولي عندنا دونك من الاول فما ايفينمون من بعد فما ان بروبليم لو بروبليم يل فا تيتر تريتي باغ لو سوك ولا باغ ليكيب باغ اون ايكيب دو جيستيون دانسيدون وكان ما نجحوش معناها ليكيب هذايا بور جيري لانسيدون يولي ان ديزاستر وقتها هوني يدخل لو بلان دو كونتينيتي داكتيفيتي دونك ثلاثه هذوما وهي معناها تمثل معناها لو ديسبوزيتيف دو لا سيكوريتي اوبيراسيونيل واضح شكرا لك سي قيس عليوة نختم معك هيثم المير دونك اكسبير ان سيبر سيكوريتي و سي او كيستون والله شو ان فيت لو سوجي دي سوك انا جو لو تريت دوبي كنت كازان داني Donc, j'ai assisté plusieurs entreprises et des secteurs à mettre en place des SOC et des CERT. Les CERT, c'est des entités spécialisées pour la détection ou la réponse aux attaques. Généralement, la mise en place d'un SOC, on a une étude de faisabilité
وبعد نيدنتيفي لي زوبجيكتيف وبعد نخرج حتى بان شيما دانفستيسمون والكليون في الاخر يلفا ديسيدي اسكو باش يمشي في ان مود سوك انترن سوك اكسترناليزي ولا فما حتى لو مود هيبريد. لكن كيما قال بولبيبه خذ بولبيبه معناها تري رياليست معناها اليوم في تونس عندنا ديفيكولتي كبيره على الاخر اللي هي لي ريسورس معناها الشركات البريفي ولا حتى البيبليك راه يزون اون ديفيكولتي انور بور ريكروتي يلقى لو بون بروفيل دونك لو شيما externalisé, il est à considérer. Manais, réellement, si on a ce besoin-là, ou si on est contraint d'avoir ce niveau de sécurité, باش نجم نحمي روحي من لي زاتاك اليوم قاعدين يكثروا قاعدين الامباكت نتاعهم قاعد يقوى بدرجه كبيره برشا اوني دون سيت اوبليغاسيون لا دونك لا نجمو نمشيو في ان موديل سامبل و اي اكسترناليزي. شكرا لك هيثم المير اكسبير اون سيبر سيكوريتي. شكرا للسي قيس علي و اكسبير اون سيبر سيكوريتي و اديرون في كلوب دي اس سي تونيزي. سي بولبيب الابيض سيرفيس اوبريشنز مانجر في نيكست ستيب. زياد باشا سيو كليفوري ترينينغ. وليد برحومه قدام الميكرو. رفقتنا في الاخراج اماني بن نصر. في الديجيتال كانوا معنا عبد الناصر وتقوى مديوني. شكرا لنور شتارة في الاعداد. دونك رياض هذا الفريق نتاع ديجي لاب. نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه. خليكم مع كلوب اكسبريس موصلين حتاكشي للسبعه ومن بعد بشير القروي في 19-21 في لامان. وباي باي. ديجي لاب votre laboratoire de transformation digitale. Dell Technologies et Intel, partenaires de votre digitalisation.